السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى النشرة الثانية. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون في النشرة. وأعلن رسميا عن افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. تحية الجزائر. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يعطي إشارة الانطلاق الرسمي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. ويتابع رفقة أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضيف شرف الطبعة عروض الحفل الافتتاحي ولوحته الفنية الباهرة. وضيوف الجزائر يتفاعلون مع أجواء المحفل الرياضي والعرس المتوسطي البهيج بمحطته التي عكست البعد الحضاري والثقافي والتاريخي للبهي وهران في مشهد تألقت فيه الجماهير الحاضرة. الموكب الرئاسي لرئيس الجمهورية رفقة أمير دولة قطر ضيف شرف حفل الافتتاح يجوب الشوارع الرئيسة لمدينة وهران. وسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني يعرب عن شكره لرئيس الجمهورية عن دعوته لحضور الحدث الرياضي الهام الذي يسهم في تعميق التواصل بين ضفتي المتوسط. الرياضيون الجزائريون يحصدون 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة في أول يوم من دخولهم المنافسة للألعاب المتوسطية. تخرج ودفع 35 لضباط وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بعين النعجة. وتخرج 3 دفعات بالمدرسة العليا للبحرية بتنفس. ودوليا صور الجريمة الشنعة تصنعها الأقوام البشرية المكدسة لجثث المهاجرين الأفارقة ضحايا جريمة بوليس المخزن تفضح الحصيلة الرسمية المقدمة من قبل سلطات المخزن. أهلا بكم إلى التفاصيل. بروحها المتوسطية الصرفة وعمقها الإفريقي الضارب بامتدادها المغاربي نالت البهية وهران المجد من جنباته، فكانت جامعة لامعة في محفل رصعت به بين ضفتي المتوسط إذانا بعهد جديد من المكاسب والانتصارات والأفراح. حفل الافتتاح الذي توج الجزائر سيدة على ضفاف المتوسط ووقع سجل عودتها لاحتضان كبريات المنافسات الرياضية الدولية أعطى فيه رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إشارة انطلاق الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 عقب العرض التقليدي لوفود الدول المشاركة حتى تاريخ 6 من شهر جويليا الداخل. وبمشاركة 3390 رياضيا قادمين من 26 دولة. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمكم جميعا أبدأ بالترحيب بكل ضيوفنا وكل الوفود وعلى رأسهم ضيف الشرف سمو الأمير تميم بن حامد أمير دولة قطر. وأعلن رسمياً عن افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. تحية الجزائر.
هذا وكان رئيس الجمهورية قد أشرف وتابع رفقة ضيف شرف طبع أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط إلى جانب ضيوف من عدة دول ومنظمات. هذا وميز الحفل عروض فنية موسيقية واستعراضية حكت التاريخ الجزائري وقيمته في الضفة المتوسطية. البرنامج الفني الثري تضمن عروضا بالألعاب النارية في عمل فني متكامل استعملت فيه أحدث التكنولوجيات.
حفل الافتتاح إذن تتابعونه سهرة اليوم على القناة الأرضية وكانال الجيغي في حدود التاسعة. وقبل انطلاق حفل الافتتاح الرسمي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، جاب الموكب الرئاسي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة ضيف شرف الطبعة أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جاب الشوارع الرئيسة لمدينة وهران. الموكب الرئاسي انطلق من فندق الميريديان ليعبر شارع مصر بحي العقيد لطفي ببلدية بئر الجير. مروراً بالنهج الثالث والطريق الوطني رقم 11 ببلدية وهران. ليواصل الموكب الرئاسي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ضيف شرف الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، ليواصل مساره عبر كبرى شوارع الباهية وهران التي تحتضن هذا الحدث الرياضي الهام. ليصل بعدها الموكب الرئاسي إلى المركب الأولمبي ميلود هدفي. وبفندق الميريديان بوهران أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون محادثات ثنائية مع ضيف الجزائر أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. هذا هو أقام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مأدبة غداء على شرف ضيف شرف الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقر إقامته بوهران الطفل الأمريكي ماثيو هيل صديق الجزائر ومحبها والذي حلم دوما بزيارتها. مرحبا بك. كيف حالك سيد؟ الحمد لله. وأنت؟ أنا لا بأس الحمد لله. تشرفت بوجودي هنا وبلقائكم سيد. إن شاء الله. مرحبا بك. مرحبا. رئيس الجمهورية وبالمناسبة بادل الطفل الأمريكي ماثيو هيل أطراف الحديث الذي أبان عن تعلقه الشديد باللغة العربية وتمنيته بأن يكون يوما سفيرا لبلاده في الجزائر. أعرب أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعبر حسابه الرسمي على تويتر عن شكره لأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على دعوته الكريمة لحضور افتتاح الدورة 19 للألعاب المتوسطية في مدينة وهران الباهية، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق في هذا الحدث الرياضي الهام الذي سيسهم في تعميق التواصل بين أبناء ضفتي المتوسط. هذا وأنهى أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارته للجزائر ضيف شرف الطبعة بعد حضوره فعاليات الافتتاح الرسمي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكان في توديعه بمطار أحمد بن بلة الدولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان قد حل أمس بالجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ضيف شرف في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له بأرضية مطار أحمد بن بلة الدولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. Thank you.
بعد الاستماع إلى الناشدين الوطنيين لكلا البلدين، استعرض رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة ضيف الجزائر أمير دولة قطر الشقيقة تشكيلات من وحدات الجيش الوطني الشعبي، أدت لهم التحية الشرفية. ليصافح بعدها رئيس الجمهورية وضيف الجزائر وفدي البلدين. وبالقاعة الشرفية لمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران، تحدث رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مع أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. المحادثات جرت بحضور وفدي البلدين. هذا وغادر رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مدينة وهران من مطار أحمد بن بلة الدولي باتجاه العاصمة، وكان في توديعه بأرضية المطار أعضاء من الحكومة إلى جانب السلطات العسكرية والمدنية لولاية وهران. هذا وعاد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إلى العاصمة بعد إعطائه إشارة الانطلاق للألعاب المتوسطية بوهران، وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلف. عرس تاريخي مميز طبع حفل افتتاح الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران بمشاركة 4000 رياضي من 26 دولة من 3 قارات، وبهذا الرقم تحطم دورة وهران الرقم القياسي في عدد المشاركين مقارنة بالدورة السابقة. برنامج حفل افتتاح هذه التظاهرة الرياضية شمل أوركسترا سيمفونية ضمت نحو 100 موسيقي على منصة مرفوعة عملاقة وتصميم كوريغرافي مميز على أرضية الملعب الأولمبي على مسافة 9000 متر مربع، بالإضافة إلى أشكال تفننت في رسمها 500 طائرة دون طيار. كما استمتع الجمهور بعرض كبير من الألعاب النارية باستخدام تقنيات جديدة وعصرية. الله
وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح أشاد محافظ الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط محمد عزيز درواز بجهود وإسهامات رئيس الجمهورية من أجل إتمام كل المشاريع في أوقات قياسية رغم الصعوبات العديدة. ونوه درواز بدور المجتمع المدني والحركة الجمعوية والمؤسسات المدنية والعسكرية في تنظيم هذا العرس المتوسطي. من جهته رئيس اللجنة الدولية للألعاب أشاد بجهود الدولة الجزائرية في توفير كل الظروف والإمكانات المادية والبشرية لإنجاح هذه الطبعة. وعلى قدر بهاء وهران وحفاوة أهلها جاء حفل الافتتاح الرسمي، جاء مبهرا مانعا مستعرضا أهم المحطات التي تعكس البعد الحضري والثقافي للبهية وهران من خلال لوحات فنية وبتقنيات جد متطورة تفاعل معها الضيوف وصنعت بهجتها الجماهير الحاضرة. عن أجواء حفل الافتتاح رصد لنا زميل هشام السعدودي ما يلي نتابع. بعد الوصول والدخول إلى الملعب بالشكل المطلوب والمثالي، الجمهور كان حماسيا جدا والفضول كان كبيرا. كيف سيكون حفل الافتتاح؟ والله غير فخر الجزائر، فخر للجزائر. هذا الملعب يعني تحفة، والله غير يعني شغل نشوفوا باللي الجزائر راهي رايحه للاحسن كما قال لك. يعني هذه الجزائر الجديده راهي بدات تبان ان شاء الله يا ربي تروح للرقي والازدهار. نبغوا بلادنا ونموتوا على بلادنا، والله يرحم الشهداء. جي اسيستيت على الجو تاع 75 والحمد لله. شوف هذا شعور يعني في قمه، في القمه. هذا القول وهذا الشعب، تنظيم جيد، استقبال مليح، وليداتنا راهم هنا. الحفل كان فخما، تضمن لوحات فنية تعكس التنوع الحضاري والفكري والفولكلوري والتراثي والفني الجزائري وجوهرتها وهران. تنظيم خلال هذا الحفل مميز. الفرق التي شاركت فرق قصات سيمفونية كانت رائعة، والألعاب النارية شكلت مشاهد جد مميزة. أنا جد راض وسعيد بالتواجد في هذه السهرة المميزة. وهران رائع، عجبني كثيرا البحر هنا وخاصة الشعب الوهراني المضياف. C'était fantastique, familial, respectueux. تحية الجزائر، تحية الرئيس. Vraiment c'était magnifique organisation. كل شيء هايل. افتتاح عجبنا بزاف، كان خيالي، روعة في القمة، وهران في القلب. كان حفل بزاف شباب ونتشرفوا بهذا الحفل. مير احنا وهارنا وهرم في القلب. راني فخوره جدا بالبلد تاعي اللي حد لي نظم حفل كبير كما هذا، وشكرا لعم يتبون بزاف بزاف. الموعد الان مع المتعه ببدء المنافسات والمواصله بنفس الصوره التي رسمها الجمهور الرياضي الرائع. في أول يوم من المنافسة للألعاب المتوسطية حصدت الجزائر 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة في رياضة الكاراتيه، حيث أهدت المصارعة ويكان سيليا أول ميدالية ذهبية بعد فوزها في النهائي وزن أقل من 50 كيلوغراما على حساب المصرية ريم سلامة. كما أحرزت لويزا أبوريش الميدالية الذهبية في وزن أقل من 55 كيلوغراما بعد فوزها في النهائي على حساب المصرية أحلام يوسف. هذا وأهدت الجزائر المصارعة شيماء ميدي الميدالية الذهبية الثالثة في وزن أقل من 61 كيلوغراما، والمصارع أسامة زياد الميدالية الذهبية الرابعة في وزن أقل من 75 كيلوغراما، فيما اكتفى المصارع علاء سلمي بالميدالية الفضية في وزن أقل من 60 كيلوغراما. وفي كرة القدم ولحساب المجموعة ألف، تمكن المنتخب الجزائري لأقل من 18 سنة من الإطاحة بنظيره الإسباني بنتيجة هدف دون رد. الهدف من توقيع اللاعب مهدي بوش في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.
ألف مبروك، وفي انتظار وفي انتظاره المزيد إن شاء الله. وهران التي تحتضن الألعاب المتوسطية استفادت من العديد من المشاريع التنموية والتي أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تدشينها ووضع حجر أساسها خلال زيارته التفقدية لولاية وهران. محطات زيارة رئيس الجمهورية والمكاسب المحققة لولاية وهران تتابعونها في صفحة خاصة على القناة الإخبارية والقناة الرابعة الأمازيغية عقب هذه النشرة. تربويا الآن، حيث تم اليوم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022، وبلغت نسبة النجاح على المستوى الوطني 59.16%. إكرام قضي. تميزت نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط بتسجيل معدل 20/20، وهو أول وأعلى معدل في تاريخ الجزائر، كما تم تسجيل تباين في نسب النجاح بمختلف متوسطات الوطن. الحمد لله، عند حصلت على معدل 16.01، أنا فرحانين وفرحنا في الدار. نشكر الشيوخ تاعنا اللي عاونونا وساندونا في العام الدراسي باش تحصلنا على معدل شباب 18.97، بفضل ربي والدعم تاع العائله وكل الناس يعني اللي دعموني. شكرا للاساتذه تاعي اللي عاونوني وكل اللي اجتهدوا معايا. شكرا لبابا وماما اللي كانوا دائما يرفعوا لي المعنويات تاعي. شكرا للاستاذ المدير تاعي كان دائما معنا. جوست كاع العام ديالي سيريو، ومع الاخر ربي وفقني وجبت المعدل 17.30. ملي كملنا حنا نستناو، هي كي قالوا لنا بلي اليوم تخلعنا شغل وقعدنا نستناو. من بعد كي شفنا النتيجه كيفاش متنا بالفرحه، الحمد لله يا ربي. نتائج عكست المجهودات التي بذلها التلاميذ طيلة العام الدراسي رفقة أساتذتهم وأولياء أمورهم. هنيئا للجميع. أشرف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطنية اللواء محمد صالح بن بيشة بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية شهيد قاضي بكير بعين النعجة، أشرف على حفل تخرج الدفعة 35 للضباط وطلبة مختلف التخصصات الطبية، وذلك بحضور المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية وإطارة سامية بالجيش. المزيد مع سونيا غاسي. بداية مراسم حفل تخرج الدفعات استهلها الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة بتفتيش التشكيلات العسكرية المتخرجة. وبالمناسبة ألقى قائد المدرسة كلمة تطرق فيها إلى المستوى العالي للتكوين المعتمد في المدرسة. عكفت مدرساتنا على أن تحدى هذه الدفعات بتكوين علمي وعسكري نظري وتطبيقي من لدن أساتذة ومدربين أكفاء باستعمال أحداث وسائل بيداغوجية وأرقى مناهج تعليمية. القسم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم، وبكتابه الكريم، أن أكون الخادم الوفي لبلدي، أن أكون الخادم الوفي لبلدي. بعد أداء القسم تم تسليم الشهادات وتقليد الرتب للطلبة المتفوقين.
تلا ذلك تسليم العلم من طرف الدفعة المتخرجة للدفعة التي تليها. السيد اللواء وافق على تسمية الدفعة المتخرجة باسم الشهيد بوعلام عسكري. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا اسم الشهيد البطل بوعلام عسكري. موافق. واختتم الحفل باستعراض للتشكيلات العسكرية بمربعات متناسقة ومنسجمة. وفي الختام كرم السيد اللواء عائلة الشهيد بوعلام عسكري، كما كرم الأساتذة والطلبة المتفوقين، ووقع على السجل الذهبي للمدرسة. وبالمدرسة العليا للبحرية المرحوم المجاهد اللواء محمد بوتيغان بتمنفوست، أشرف قائد القوات البحرية اللواء بن مداح محفوظ اليوم على تخرج 3 دفعات لسنة الدراسية 2021-2022. حمزة أحمد بالقسام. مراسم حفل تخرج الدفعات بالمدرسة العليا للبحرية بتمنفوس المرحوم المجاهد اللواء محمد بوتيغان استهلت بتفتيش الدفعات والتشكيلات المتخرجة من طرف اللواء بن مداح محفوظ قائد القوات البحرية. الثلاث دفعات المتخرجة ضمت في صفوفها متربسين من دول شقيقة وصديقة، ليلقي بعدها قائد المدرسة كلمة أشاد بها بمستوى التكوين وكذا حجم الجهود المبذولة من أجل ترقية التكوين للاستجابة لمتطلبات العصرنة والتطورات الراهنة. هؤلاء المتربسون قد تحصلوا على شهادات جامعية وعسكرية حسب مستوى التكوين المتبع بعد تلقينهم لمختلف المعارف العلمية التقنية والعسكرية النوعية التي تتناسب مع المكتسبات والمقتنيات الحربية التي استفادت وتدعمت بها قواتنا البحرية، وهم اليوم في كامل الاستعداد والجاهزية للاضطلاع بتأدية مختلف المهام التي تسند لهم. بعدها أدت الدفعة المتخرجة القسم، لتليها مرحلة تسليم شهادات وتقليد الرتب للطلبة المتفوقين، ثم تسليم واستلام العلم بين الدفعة المتخرجة والدفعة الصاعدة. ليوافق بعدها قائد القوات البحرية على تسمية الدفعة باسم الشهيد بن يعقوب بالقاسم، ليقوم بعدها مجموعة من الطلبة بتنفيذ تمارين استعراضية في رياضة الكوكسول وأداء الدفعات المتخرجة لاستعراض عسكري. وفي ختام الحفل قام السيد اللواء بزيارة متحف المدرسة وتكريم عائلة الشهيد بن يعقوب بالقاسم، ليقوم بعدها السيد اللواء قائد القوات البحرية بالتوقيع على السجل الذهبي للمدرسة. كما أشرف اللواء حاج العروسي جمال قائد الناحية العسكرية الثانية اليوم على مراسم تخرج 7 دفعات بالمدرسة التطبيقية للنقل والمرور بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية والتي حملت اسم الشهيد مصطفاوي بوعلام. المزيد مع هشام أكلي. استهلت مراسم حفل التخرج بتفتيش مختلف التشكيلات المتخرجة. أيها المتخرجون، بقدر ما أهنيكم على هذا النجاح والتتويج، بقدر ما أحثكم على التحلي بالعزيمة والإرادة لمواصلة دربة العمل الفعال الذي أينعت ثماره مع إنهائكم لنشاطات هذه السنة الدراسية، أوصيكم بالتحلي بالأخلاق الفاضلة والقيم الوطنية والعسكرية النبيلة. وأن أصول المصالح العليا للأمة، وأن أصول المصالح العليا للأمة في كل الظروف. وبعد أداء القسم
من المتخرجين تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين. نحن أهل للوديعة، صدورنا دروع منيعة، بالدم والروح نفديها، وبالعلم والسلاح نحميها. ليتم الموافقة على تسمية الدفعة المتخرجة باسم الشهيد مصطفاوي بولام. يتابع الحضور استعراضات في الرياضات القتالية من تنفيذ طلبة المدرسة. إثر ذلك نفذت التشكيلات المتخرجة استعراضاً عسكرياً عكس المستوى الراقي الذي بلغه التكوين في المدرسة. وعلى هامش حفل التخرج تم تنظيم أبواب مفتوحة للجمهور تهدف للتعريف بمهام المدرسة التطبيقية للنقل والمرور بتلمسان. في الختام قام السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الثانية بتكريم عائلة الشهيد مصطفاوي بوعلامة. أشرف اليوم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبيب المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة على حفل تخرج دفعتين من الضباط الأعوان في احتفالية حضرها أعضاء من الحكومة وقائد الدرك الوطني والسلطات المحلية لولاية تيبازا. المتابعة لخالد حجي لالي. مراسم حفل تخرج الدفعة 27 لضباط إعادة التربية والدفعة 35 لأعوان إعادة التربية التي أشرف عليها وزير العدل حافظ الأختام استهلت بتفتيش الدفعتين ليلقي بعدها مدير المدرسة كلمة نوه فيها بالمستوى النوعي للتكوين بالمدرسة. ستكونون في مستوى التطلعات والثقة الموضوعة فيكم لدى التحاقكم بأماكن تعيينكم على مستوى المؤسسات العقابية، إذ ستساهمون بدوركم في خدمة المجتمع من خلال عملية إعادة التربية وإدماج المحبوسين، مستغلين في ذلك ما تم تلقينه لكم من معارف ومهارات وسلوكيات. بعد تسمية دفعة ضباط إعادة التربية باسم الشهيد لونيسي الربيعي ودفعة أعوان إعادة التربية باسم الشهيد ماحي محمد تم تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين الأوائل، تلاها أداء القسم وتسليم واستلام العلم، لتستمر الاحتفالية باستعراضات في استعمال الأسلحة وتقنية التدخل أبانت عن تجربة الجزائر الثرية في مجال التكوين، وهو ما أضحى محور تعاون دولي على غير برنامج الأمم المتحدة لتعمي وتطوير سجون في الشقيقة ليبيا. ختام الحفل كان بتكريم عائلتي شهيدا الواجب اللذين سميتا باسميهما الدفعتان. إلى البقاع المقدسة وتنفيذا لالتزامات الوكالة السياحية تجاه حجاج بيت الله الحرام، تعكف لجنة المتابعة ببعثة الحج بمراكز جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة على إجراء زيارات تفتيشية دورية لأماكن تواجد الحجاج الجزائريين من لحظة وصولهم بأرضية المطار وطوال فترة إقامتهم. العينة لزيارة تفتيشية لمراكز إعاشة وإقامة الحجاج بمكة المكرمة. مع مفادنا إلى البقاع المقدسة سعيد حمزة نذير. الأكل الجزائري حاضر في أطباق الحجاج الجزائريين بمقر إقامتهم بمكة المكرمة، أمر زاد من ارتياح الحجاج للتركيز على أداء النسك.
الحمد لله المكلة ما شاء الله، الاستقبال ما شاء الله، الإقامة ما شاء الله، ما حسيناش روحتنا رانا في غربة، رانا في بلادنا تاني. إيه ما شاء الله المكلة ما شاء الله، كلي رانا في بلادنا وربي إن شاء الله يتقبل منا وندو مثلا مناسكنا على أكمل وجه. جينا نحجوا الحمد لله، رانا نشوفوا البعثة قائمين الحمد لله، واقفين يسقسوا صغر صباح العشية، الخدمات الحمد لله لحد الآن نعمة، والموقع هو دا الامتياز. نشكر البعثة الجزائرية وبارك الله فيها على المكان اللي اختارته، ساعدتنا احنا بعويننا، خطرنا بعويننا، والله الا بارك الله فيهم، بارك الله فيهم كل قلب، والله ما بحلك في وجوهكم ولا حاجه، والله الحقيقه يحفظكم ان شاء الله ما شاء الله من كل نواحي. يعني الحاجه المليحه اللي عجبتنا ثاني الباجاج تاعنا، لحقنا حتى لورانا، ما طبعنا ما والو ما شاء الله، والحرم قريب لينا. الخيرات ندعي لك بالخير ان شاء الله. الله يحفظك. الامين لينا وجزائر ان شاء الله، كل كما راها سعدي. ربي يصلحكم ان شاء الله. ما عندنا مندبكم، يرضي لك من الوالدين ان شاء الله. وللوقوف على مدى تنفيذ التزامات الوكالة السياحية تجاه الحجاج، تقوم لجنة المتابعة ببعثة الحج بزيارات فجائية لإقامة الحجاج للوقوف على أبسط التفاصيل. لجنة المتابعة المشكلة من عدد من القطاعات الوزارية غايتها الحرص على أداء الحجاج الجزائريين لمناسكهم في أحسن الظروف الممكنة وفق الالتزامات التي أخذتها البعثة الجزائرية على نفسها، وهي تستعد لتنظيم هذا الموسم، وسوف نحرص بحول الله تعالى على مستوى هذه اللجنة المتعددة القطاعات بالوقوف على كل الأماكن التي يتواجد بها الحاج الجزائري ومن شرفه الله عز وجل بخدمة الحاج الجزائري. ولتقليل نسبة الأخطاء المرتكبة، تعقد لجنة المتابعة اجتماعات دورية توجيهية. دوليا وفي المغرب، ارتفعت حصيلة القتلى من المهاجرين الأفارقة الذين سقطوا ضحايا لهمجية قوات المخزن إلى 23 قتيلا بعد أن حاولوا العبور إلى مدينة مليليا المحتلة من طرف إسبانيا، فيما تفضح بشاعة المنظر عبر الصور الأرقام المقدمة مظهرة أكواما بشرية مكدسة تتخطى الرقم المزعوم بكثير. التقرير لأحلام بهلول. في مشهد دموي يندى له جبين الإنسانية، جريمة من أبشع ما وثقته الكاميرا عبر عقود، المخزن المغربي يوقع فصلاً آخر من فصول القمع والعنصرية ضد المهاجرين الأفارقة. حصيلة ثقيلة، اعترفت الأرقام الرسمية بثلاثة وعشرين قتيلاً، فيما الصور توحي بأن الأرقام أكبر بكثير. الجريمة الشنعاء وقعت على يد قوات المخزن بالاعتداء الهمجي بالعسي والذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على نحو 2000 من الأفارقة العزل الذين حاولوا العبور إلى مليلية المحتلة إسبانيا. صور تدمي القلوب قبل العيون، عشرات المهاجرين المصابين بجروح خطيرة تركوا دون مساعدة لساعات طوال دون إسعاف أو مسعفين. جثث مكدسة فوق بعضها البعض أثارت موجة غضب عارمة وردود فعل مستنكرة على مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوق الإنسان التي طالبت بفتح تحقيق وراء الخسائر البشرية الفادحة، مستنكرة ما وصفته بالعنف المجاني ضد الجرحى والمصابين الذين اكتظ بهم المكان. المنظمة المتخصصة في الهجرة بين إفريقيا وإسبانيا هي الأخرى طالبت بفتح تحقيق قضائي مستقل لتسليط الضوء على هذه المأساة الإنسانية المروعة. وجرائم المخزن لن تجد لها حصرا، ففي إطار الاتفاقيات المشؤومة التي أبرمها المخزن مع الكيان الصهيوني، تم زج المغاربة في المخططات الاستيطانية الإسرائيلية تحت غطاء توفير مناصب شغل سعيا من نظام المخزن لإطفاء غضب المغاربة المتزايد يوميا، والذين اتخذوا الشارع منصة للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بعيدا عن حسابات الملك وحشيته وسخطهم المتنامي عن الأوضاع المعيشية المزرية. المزيد مع إيمان بن مولود.
المغاربة احتجاجاتهم المناوئة للتطبيع مع الكيان الصهيوني في مظاهرات عبر مختلف المدن الكبرى. الشارع المغربي ينتفض وللمرة الألف من التضييق الممارس عليه ومن الحالة المعيشية التي أضحت كارثية على جميع المستويات. وما زاد الطين بلة اعتزام المخزن توقيع اتفاقية مع الكيان الصهيوني يتم بموجبها استقدام عمال مغاربة للعمل في قطاعي التمريض والبناء بالأراضي الفلسطينية المحتلة. تطبيع دانته الجبهة المغربية لدعم فلسطين، فتهجير العمال المغاربة ما هو إلا زج في جرائم بناء مستوطنات جديدة وسطو مشهود على أراضي فلسطين الطاهرة. اتفاقية سينجر عنها إضعاف لنضال وصمود العمال الفلسطينيين في أرضهم المغتصبة وما هو إلا هدف الكيان في سياق مخططه الصهيوني الرامي إلى تهجير اليد العاملة من بلدان مختلفة نحو فلسطين المحتلة بغرض الضغط على الفلسطينيين وحصارهم اقتصاديا واجتماعيا. وفي أولى محطتها النضالية أعلنت 20 هيئة حقوقية عن تأسيس تنسيقية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط في 29 من الشهر الجاري، مطالبة بحقهم في الاحتجاج السلمي وهو حق مشروع داس عليه المخزن بشهادة منظمات وهيئات حقوقية آخرها منظمة Human Rights Watch التي انتقدت مواصلة المغرب عرقلة عمل المنظمات الحقوقية بعد أن رفع المغرب من وتيرة التضييق على حقوق الإنسان بشكل كبير. ونعود إلى محفل البهية لنختم جانبا آخر من التفاعل مع حفل افتتاح الألعاب. فبعيدا عن أجواء المدرجات، تابعت بعض العائلات الحفل عن طريق الشاشات الكبرى في أجواء أسرية مبهجة. الزميلة كريمة لشمط عاشت أجواء افتتاح الألعاب المتوسطية في ضيافة عائلة وهرانية ونقلت لنا هذه الأجواء. غازلتنا وهران بجمالها لتحتضننا ضيوفا عند أهلها، فبالوجه بشوش الملامح المعهود لأولاد الباهية استقبلتنا جهيدة كاشا، اسم لم يكن لها من عدم، فدم الأب الشهيد بغداد كاشا يسري في عروقها وطنية تلخصها دعوة إلحاح لمشاركتها عرس مدينتها. تنمل يعني فرحانة زعمك كي وهران كراهي اليوم بالرئيس تاعنا بالجنوس تاعنا زعمك كالجناس كجاو في وهران تشوفي كراهي ملمعة راهي مضاوية راهي هي توجو هاك ياك هي باهية هي مضيافة هي كل شيء. لكن نقول لك صح اليوم حاجة واحدة أخرى ما أمنش ما أمن بلاني في الجزائر في بلادي. وما هي إلا لحظات حتى يرن الباب. لطيفة الأخت الكبرى تشاركنا القعدة تحط من فرنسا إلى وهران وفاء للوطن. قلبي هنا في بلادي جيت الجزائر أي قالوا بلي كان لي جو ميديتيراني فرحت كنت متمنية نقدر نحضر والحمد لله كاع هكا وحضرت غير بلا تلفزيون وحضرت. أجواء عشناها لا تختلف عن مدرجات ملعب افتتاح الألعاب المتوسطية، فمشاركة النشيد الوطني حضرت والأهازيج دوت السكن. احنا شباب كنا حابين نطلعوا للسطاد، بصح هذا ما حرمناش باش نحتفلوا بها ونعيشوا الاجواء يعني غير في المنزل تاعنا وغادي نحتفلوا بها. صافي بليزيك الصاد فوق العاب بحر ابيض متوسط في وهران لا يتمثل الجزائر ومرحبا بهم عندنا. 1 2 3 في فالاجيري مرحبا بكم ومرحبا بكاع اللي جاو من خاوتنا العرب وكاع لي بي ومرحبا بكم بلاد بلادكم. احنا ما حضرناش في الالعاب بصح حضرنا كعائله مجموعين فرحانين ورانا فرحانين شرفنا رئيسنا تبون وطلع لنا الرايه تاع الاعلام الجزائر. اليوم رانا معروضين عند بنت عمتي بنت الشهيد
اللي راهي فرحانة وفرحتنا معاها وعزمتنا لليوم الحشا باش نقسموا معنا هذه الفرحة. رانا قاع فرحانين بولادنا برجالنا، وهران راهي منورة. اندمجنا مع العائلة دون أن نشعر، كيف لا وأرواحهم النقية داعب الأحاسيس انتماء بضيافة كريمة متجدرة عن تقاليد المنطقة في صورة تعاكس طينة أولاد الباهية. نهاية النشرة وتابعتم فيها. وأعلن رسميا عن افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. تحية الجزائر. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يعطي إشارة الانطلاق الرسمي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران. ويتابع رفقة أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني ضيف شرف الطبعة عروض الحفل الافتتاحي ولوحاته الفنية الباهرة. وضيوف الجزائر يتفاعلون مع أجواء المحفل الرياضي والعرس المتوسطي البهيج بمحطاته التي عكست البعد الحضاري والثقافي والتاريخي للبهي وهران. والموكب الرئاسي لرئيس الجمهورية رفقة أمير دولة قطر ضيف شرف الافتتاح يجوب شوارع رئيس لمدينة وهران، وسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني يعرب عن شكره لرئيس الجمهورية عن دعوته لحضور الحدث الرياضي الهام الذي يسهم في تعميق التواصل بين ضفتي المتوسط. الرياضيون الجزائريون يحصدون 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة في أول يوم من دخولهم المنافسة للألعاب المتوسطية. تخرج الدفعة 35 لضباط وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بعين النعجة. وتخرج 3 دفعات بالمدرسة العليا للبحرية بتمنفست. وتخرج 7 دفعات بالمدرسة التطبيقية للنقل والمرور بتلمسان. ودوليا صور الجريمة الشنيعة تصنعها الأكوام البشرية المكدسة لجثث المهاجرين الأفارقة ضحايا جريمة بوليس المخزن، تفضح الحصيلة الرسمية المقدمة من قبل سلطات المخزن. شكرا لكم على كرم المتابعة، السلام عليكم، إلى اللقاء.